السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بك من جديد في سلسلة خطواتك الأولى مع اللغة الإسبانية توس بريميروس باسوس إن شاء الله عز وجل نحن في الدرس الأول للشهر الثاني إذا على بركة الله في هذا الدرس إن شاء الله عز وجل سنرى أول يعني درس سنرى الملابس باللغة الإسبانية وطبعا سنكون جمل مع بهذه الكلمات أو الملابس باللغة الإسبانية إذا نبدأ إن شاء الله عز وجل، أول شيء سنتعلمه هو اسم لهذه البدلة أو لهذا الشيء الذي نلبسه. باللغة العربية ابحث عن اسمه، سأتركك تبحث عن اسمه، بينما باللغة الإسبانية نسميه، حاول أن تقرأ هذه الكلمة. جيد، سأعتبرك قد أتممت قراءته، إذا سنقول، او. نا حرف ان حرف ان اذا او, او نا او نا او نا بمعنى واحدة بالنسبة للمذكر اما نقول اون او نقول اونو اونو او اون يعني واحد بالنسبة للمذكر اون اميغو اميغو صديق اون اميغو اونو كم لديك من مثلا يعني شيء مذكر نقول من دراهم مثلا كم لديك من دراهم تقول اونو يعني درهم واحد بالنسبه للمؤنث نقول اونا جيد اذا اونا كا مي سي كا مي سي اونا كا كاميسيتا اذا أُنَا كاميسيتا اذا هذا اللباس يسمى كاميسيتا كاميسيتا اونا كامي جيد طبعا هنا اكثر من واحده اذا لدينا الكثير الكثير اذا الكثير سنقول موتشاس 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 كاميسيتاس نزيل هنا سنقول موتشاس كاميسيتاس يعني العديد او الكثير من نسميها الاقمصه مثلا لست ادري ما اسمها باللغه العربيه اذا موتشاس كاميسيتاس او اذا كانت واحده ساقول اونا كاميسيتا بالنسبه للصوت او بالنسبه للطريقه استعمال اي مع اي مهمه جدا اذا كان لدينا حرف م مع اي سنقراه مي رقيق اذا كان حرف ام مع اي سنقراه مي غليظ بعض الشيء اذا مي مي هذا شيء مهم لان اذا اذا قرات هذه الكلمه سنقول أونا كا مي سي مي سي لو كان لدينا العكس لدينا هنا ام اي وهنا اس اي سنقول اونا كا مي سي تا كا مي سي تا مي سيتا ولكن الان طبعا الطريقه المكتوبه بها هي اونا كامي سيتا كامي سي مي سي كامي سيتا جيد اقرا هذه الكلمه او هذه الجمله اذا تبتدئ من هنا نمر من هنا ثم نكمل هنا حاول ان تقرا كل ما يوجد هنا ثم ان شاء الله عز وجل معا سنعرف معناه جيد. سأعتبرك قد انتهيت. اذا نبدأ على بركة الله. اذا لدينا هنا حرف تي مع اي سنقرأها تي. ولكن هنا حرف انيك. اذا تن تن جو. تن جو. تن جو. تن جو هذا فعل. اذا كأننا نقول جو انا. تن جو. عندي او لدي او في ملكي. اونا كاميسيتا، قميص. نقرأ هذه الكلمة. سنقول بلا، بلا، بلانكا. إذن، بلانكا. نتوقف هنا. بلانكا. tengo una camiseta كامي بلانكا كاميسيتا طبعا هي القميص. tengo لدي أو عندي قميص لونه. إذا بلانكا، أونا كاميسيتا بلانكا، أه سأتركك تقرأ هذه الجملة، إذا على بركة الله. جيد، إذا عندي أونا كاميسيتا، سنسميه قميص، يعني إذا كنت تعرف ما يعني اسمه باللغة العربية، اكتب اسمه في دفترك. بلانكا أبيض أو بيضاء. لان بالنسبه بيضاء لان تعتبر هذه كلمه مؤنثه لانها تبتدئ ب اونا 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 مؤنث اونا كاميسيتا بلانكا اذا قميص ابيض جيد تينغو اونا كاميسيتا بلانكا نمر ان شاء الله اذا اقرا هذه الكلمه جيد اذا ني نج نجرا قلنا بأن هذا الحرف عندما يبقى وحده نضع له سكون ويقرأ ق ج, ج. إذا نجرا جيد إذا لاحظ هنا تينغو هناك كاميستا نجرا نيجرا بمعنى سوداء اللون تينغو هناك ميسيتا نجرا إذا فيما قبل قلنا تينغو هناك بلانكا تينغو هنا كاميسيتا بلانكا يعني بأن عندي قميص أبيض والآن قلنا تينغو هنا كاميسيتا نيغرا إذا عندي قميص أسود جيد إذا في نفس اللحظة نراجع الألوان بالنسبة لللبس الذي بعده هذا النوع من اللباس إذا اسمه حاول أن تقرأ هذه الكلمة ممتاز سأعتبرك قد انتهيت إذا سنقول أونا أيضا هي اسم مؤنث أونا يعني واحدة كاميسا كاميسا إذا أونا كاميسا إذا هذا النوع من اللباس الذي تكون لديه هذه الأشياء التي نقفل بها القميص نسميه كاميسا أونا كاميسا أونا كاميسا وبالنسبة لهذا النوع من اللباس يسمى كاميسيتا هنا كاميسيتا كاميسيتا هنا كاميسيتا هنا كاميسة جيد اذا نكمل الجملة ساقول اقرا هذه الجملة جيد اذا تينغو هنا كاميسا ما معناها ما معنى تينغو هنا كاميسا جيد إذا لدي أو عندي أو أملك عندي أو أملك قميص سأسميه قميص لا أعلم اسمه باللغة العربية وأترك لك البحث عن اسمه أملك قميص قميصا إذا أردت أن أكتب جيدا باللغة العربية سأعطيه لونا تينغو أونا كاميسا بلانكا تينغو أونا كاميسا بلانكا ما معنى هذا الكلام؟ جيد إذا عندي قميص أبيض، عندي قميص أبيض لأن قلنا بلانكا، بما أن هنا اسم مؤنث فأقول بلانكا، أ آه بالنسبة للمؤنث، لو كان لدي اسم مذكر مثلا أي شيء، أي شيء مذكر فأقول بلانكو، بلانكو مثلا إذا قلت تينجو أون كوتشي، كوتشي هي سيارة تينغو اون كوتشي سأقول هنا بلانكو تينغو اون كوتشي بلانكو تينغو اون كوتشي بلانكو لأن اون كوتشي مذكر فأقول بلانكو جيد نمر إن شاء الله عز وجل إلى هذه الجملة إذا اقرأ هذه الجملة وأخبرني ما معناها جيد إذا تينغو اون كاميسا نيغرا tengo una camisa camisa negra دائما علي ان اضغط على اي لكي تظهر بان رقيقه كاميسا كاميسا negra جيد اقرا هذه الجمله ممتاز اذا tengo una camisa آثول آثول ا ثول فهنا تقرأ ثاء أثول وهناك نوع من التشديد من الشدة أثول تينغو كاميسا أثول أثول هو اللون الأزرق يعني تينغو كاميسا أثول عندي قميص أزرق جيد نمر إن شاء الله فنقول ما اسم هذا النوع من اللباس ما اسمه إذا اسمه هو ساتركك تقرا هذه الكلمه جيد اذا نقراها معا اذا انا لدي حرفان سي و اتش اذا معا تصبح شين اذا تشا مع شده هنا تشا هنا حرف كو حرف او حرف ا إيه قلنا عندما يكون حرف اي في النهاية دائما نتبع اي يعني كأنه لا يوجد فسنقرأ ك بالكسرة ك اذا اونا تشا كي تا اونا تشا كي تا اونا تكون من هذا النوع من الجلد وتكون من الثوب ايضا اونا تشا كي تا اونا تشا توضع فوق الملابس عيد معي Una chaqueta. Chaqueta. Una chaqueta. جيد. إذا Una chaqueta اقرأ هذه الجملة حاول أن تعرف معناها. جيد. إذا لدينا هنا Esta es Una chaqueta. Esta Es una chaqueta. Esta es una chaqueta. Esta es una chaqueta. جيد. أه بالنسبة لإستا هي اسم إشارة بمعنى هذه مؤنثة لأن في نهايتها توجد أ أ للمؤنث إستا بالنسبة للمذكر نقول إستي إستي هنا هذا فعل فعل مساعد لكي نركب الجملة هذا الفعل هو فعل سير بيربو اسمه سير يمكنك أن تبحث عنه وأن تتعلمه سندرسه إن شاء الله عز وجل بالتفصيل فيما بعد إذا هنا استاس هذه اونا تشاكيتا كأنك تقول هذه اونا تشاكيتا هذه اونا تشاكيتا استا اونا تشاكيتا جيد إذا اقرأ كل ما يوجد هنا ممتاز أخبرني نقرأها معا أولا إذا إستا إس أونا تشاكيتا نيغرا نيغرا ما معنى إستا إس أونا تشاكيتا نيغرا ممتاز اذا استا اس هذه اون تشاكيتا اونا تشاكيتا لونها نيغرا اسود اذا اون سوداء ممتاز اذا هذا النوع من اللباس الذي يكون من الصوف نسميه باللغه الاسبانيه حاول ان تقرا هذه الكلمه جيد نقراها معا إذا أون لاحظ هنا هذا اللباس مذكر نقول أون خ خ خير خير سي خير سي أون خير سي تقريبا هنا كأن هنا الياء بالسكون ولكن لا نسمعها جيدا أون خير سي كأنك تقول فقط كسرة ولكن يوجد قليل من الياء التي فوقها سكون أون خير سي إذا أون خير أون خير جيد اقرأ هذه الجملة ممتاز إذا سنقول إس تي إس تي إس أون خير سي إس إس أون بالنسبة لاستي فهو اسم إشارة هذا للمذكر بالنسبه للمؤنث قلنا استا استا للمؤنث استي هذا أون خيرسي هذا أون خيرسي استي اس أون خيرسي جيد هذه الكلمة مهمه وهذه الجمل التي نتعلمها لحد الان هي مهمه جدا ضروري ان تكتبها في دفترك وان تكتب باللغه اللغة العربيه معناها وطبعا ان تراجعها باستمرار اذا نمر ان شاء الله عز وجل الى هذا اللباس بالنسبة لهذا اللباس يمكن أن نسميه بالعربية المعطف مثلا فباللغة الإسبانية نسميه هذه الكلمة إذا حاول أن تقرأها جيد إذا سأعتبرك قد انتهيت إذا أونا كا دورا أونا كا دورا أونا دورا اون كاثادورا جيد اذا نقرا هذه الجمله معا حاول ان تقراها انت جيد اذا استا اس اون كاثادورا اذا كما كان كما قرانا في الكلمه السابقه اذا بما ان اون كاثادورا مؤنث اذا نستعمل معها استا وإستا بمعنى هذه في اللغة العربية إستا إسونا كاسادورا هذه أونا كاسادورا جيد إذا كاسادورا في اللغة الإسبانية مؤنث نضيف شيء آخر إذا حاول أن تقرأ هذه الجملة جيد إذا إستا إس مي كاثادورة مي كاثادورة إنما أقول مي يعني دائما شيء يخصني يعني معطفي هذه معطفي طبعا في اللغة العربية المعطف مذكر نقول هذا معطفي إذا معطفي في هي مي خاص بي أنا إذا هذا معطفي أو استايس مي كاسادورا مي كاثادورة جيد نمر إن شاء الله إذا هذا النوع من اللباس الذي يكون طويلا بالنسبة للرجال و كذلك بالنسبة للنساء نسميه حاول أن تقرأه جيد إذا أون أب نقف هنا لأن لدينا هنا السكون أون أب ريغو أون أب ريغو أون أب طبعا يمكن دمج إن مع أ un abrigo un abrigo او un اذا بالنسبه لهذه الكلمه نقوم بتعريف شيء مهم جدا سنتعلمه معا هو ما معنى ال وما معنى اون متى نستعمل ال ومتى نستعمل اون اذا يمكننا ان نقول اون أبريجو ولا ال ابريغو ال ابريغو ال ابريغو اون ابريغو اونبريجو نقولها عندما يكون الاسم غير معرف يعني لا نعرف هذا المعطف الطويل الذي نتحدث عنه اونبريجو يعني كنا نقول مثلا اون بالون اون بالون فاون بالون معناها كرة ولكن إذا قلت البالون البالون معناها الكرة فهنا أصبحت معرفة بالألف واللام نحن نعرف الكرة التي نتحدث عنها إذا ال أبريغو فيمكن أن يمكن أن في حوارنا أنا وأنت تحدثنا عن أون أبريغو عن معطف معين وتحدثنا عن لونه وأين يوجد إلى آخره فعندما أردت أن أحدثك من جديد عن هذا المعطف بالخصوص فأنا استعملت إل أبريغو لماذا؟ لأن يعني إل فهي تجعل الكلمة معرفة مثلا معطف ال معناها المعطف فبهذه الطريقة أنا وأنت نعرف معا أي معطف نتحدث عنه بينما هنا اون ابريغو معطف من المعاطف او لست ادري معطف ما هي المهم معطف مجهول غير معرف بالنسبه لنا معطف فقط جيد اذا اذا قلت ايضا هذا بالنسبه للمذكر فنحن نستعمل اون و ال بالنسبه للمذكر اذا مررنا الى كلمه اخرى مثلا هذا اللباس الرسمي في الادارات وكذلك في الاعراس فكيف يمكن ان نقرا هذه الكلمه جيد اذا هذه الكلمه هي مشهوره جدا اون تراخي اون تراخي اون تراخي هذه البدله بالبدله باللغه العربيه إذا بالنسبة بما أنها مذكر إذا نستعمل أون وتكون معناها بدلة بدلة نحن لا نعرف عن أي بدلة نتحدث إذا كانت معرفة فنحن نقول إل تراخي نستعمل إل بدل إل تراخي إذا بالنسبة للإسم مذكر إذا كان معرف نستعمل معه إل إذا كان غير معرف نستعمل معه أون إل أون تراخي جيد بالنسبة للأسماء المؤنثة بالنسبة للأسماء المؤنثة نستعمل معها أونا مثلا هذه الكلمة حاول أن تقرأها جيد إذا معناها أو طريقة قراءتها أونا بلوسا بلو هنا رقيقة أونا بلوسا أونا بلوسة, بلوسة. إذا بالنسبة للمؤنث الغير معرف نقول أونا يعني طبعا هي فستان او شيء من هذا القبيل بالنسبة للتعريف كيف نعرفها نعرفها باستعمال لا لا بلوسة اون إذن اذا في المذكر الغير معرف نقول اون وفي المذكر المعرف نقول ال في المؤنث الغير معرف نقول اون وفي المؤنث المعرف نقول لا لا بلوسة و انا بلوسة. جيد هذه الأسماء والقواعد التي نتعلمها ضروري من كتابتها في دفترك إن شاء الله عز لكي تستفيد منها كثيرا إن شاء الله إذا نمر إلى هذا اللباس حاول أن تقرأ هذه الكلمة جيد إذا ما معنى كيف نقرأها إذا نقرأها أونا أونا هنا فلدة هذا اللباس الذي يلبس, يلبس من طرف البنات والنساء هنا فلدة هنا فلدة إذا أردت أن أقول عندي هذا اللباس عندي هذا اللباس ماذا سأقول جيد إذا تينغو هنا فلدة ممتاز إذا أردت أن أقول عندي هذا النوع من اللباس لونه أسود مثلا جيد، إذا تينغو اون فالدا نيغرا، لماذا وضعنا ا؟ لأن اون فالدا مؤنث، نيغرا. إذا أردت أن أقول عندي هذا النوع من اللباس لونه مثلا أبيض. كيف نقولها أبي بالعربية؟ جيد، إذا تينغو una فالدا بلانكا. بلانكا ممتاز اذا اتوقع بان الامور اصبحت سهله ويمكنك ان تركب جمل بسيطه بهذه الطريقه ان شاء الله عز وجل اذا نمر الى القاعده كما قلنا أونا بالنسبه للمؤنث الغير معرف ولا بالنسبه للمؤنث المعرف الملابس طبعا كثيره ان شاء الله عز وجل نحن سنمر الى جزء اخر من هذا الدرس لكي نتعلم معا الارقام باللغه الاسبانيه الارقام باللغه الاسبانيه في هذا الشهر سنقسمها على على الدروس لكي كل يوم نتعلم بعض الارقام وكيف نقراها وكيف نركبها ان شاء الله عز وجل معا اذا الارقام باللغه الاسبانيه في البدايه سنبدا بالارقام البسيطه اذا لدينا واحد اثنان ثلاثه اربعه خمسه اذا باللغه الاسبانيه ثيرو ثيرو اونو دوس تريس

Dos. Tres. Cuatro. Cinco. L'an, Namor y la sería. Seis. Seis. Siete. Siete. Ocho. Ocho. 9 9 10 10 9 6 7 8 9 10 मुमसेस إذا سأطلب منك أن تقوم بقراءة هذه الأرقام من البداية إلى النهاية ثم من النهاية إلى البداية عشر مرات لكي تتعلمها إن شاء الله عز وجل جيدا ولا تصبح مضطر إلى قراءة الأرقام من البداية إلى النهاية لكي تخبرني أن هذا هو رقم سبعة إذا ما عليك أن تقوم به هو سيرو سيرو أونو دوس تريس كواترو سينكو سيس سيتي أوتشو 9 10 10 مرات ثم 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 10 مرات عندها قم بالتدرب على الارقام ما مثلا ما معنى هذا الرقم 6 ما معنى هذا الرقم 3 ما معنى هذا الرقم 9 ما معنى هذا الرقم 1 ما معنى هذا الرقم 10 ما معنى هذا الرقم سيتي أو كيف نقرأ هذا الرقم دوس كيف نقرأ هذا الرقم سيرو كيف نقرأ هذا الرقم أنا قصدت هذا الرقم سيرو كيف نقرأ هذا الرقم سينكو كيف نقرأ هذا الرقم كواترو ثم كيف نقرأ هذا الرقم أوتشو جيد إذا قم بالتمرين على هذه الأرقام إن شاء الله عز وجل راجع كل ما تعلمناه في هذا الفيديو اتمنى لك التوفيق نلتقي ان شاء الله عز وجل في الدرس القادم والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته